عايزه اتكلم بقى. اه طبعا ممكن اتكلم. انتوا ما شاء الله بقى لكم كام سنه متجوزين؟ سبع ما شاء الله. في خلال السبع سنين انا الرياضه انا مع الكيس بتاعتكم، لان كل واحد فيكم فعلا بيلعب رياضه مختلفه والتنافسيه ما بينكم ما فيش اللي هو الرانكينج بتاعكم مش في نفس الحته، يعني بعيد عن بعض. انا مش حاسه ان انتوا بتشتغلوا نفس الحاجه. بس في الشغل في خلال السبع سنين ما فيش ولا مره كنت في مشكله مثلا في البيت ومش عايزه تروحي الشغل بسببه او العكس؟ بصي لا خالص، لان هو زي ما بقولك احنا برضو الشغل خادمنا شويه، لان هو الفيلد شويه مش يعني مش كل يوم بننزل وكل يعني ما فيش اوفيس معين بنروح نتجمع فيه. يعني كل الموضوع متعلق بالتليفونات شويه الى حد ما، اللي هو في مشكله في سايت كذا فبكلمه فبيرد عليا، فشويه ما فيش برضو حته ان يعني لو انفعل او حاجه ببقى انا وهو خلاص في التليفون يعني، فتمام ما فيش مشكله. ما بيحصلش بقى ان احنا بنتجمع في مكان فيه موظفين يعني او كده وبيحصل كونتاكت مباشر بيني وبينه قدام الموظفين او كده، لا خالص بصراحه. فده برضو موضوع جزء برضو مهم، ان احنا برضو ما بنحتكش. حاسه ان احنا لو احتكينا في مكان ممكن ممكن يحصل، لو احتكينا في مكان مباشر يعني، وحاسه انه ممكن يحصل خلافات. انا احساسي يعني من رايي ان هو نبقى نفس الفيلد فاهمين بعض وعارفه المشاكل اللي هو بيمر بيها ومتفاهمه، لو عنده مشكله ممكن يحكيها لي واتجاوب معاه وكده، بس ان احنا نبقى في وش بعض على طول اكيد هيعمل مشاكل يعني. جزء يعني ممكن نبقى فاهمين بعض وفي نفس الـ يعني البالون، يعني انا فاهمه هو بيفكر ازاي وايه المشاكل اللي بيتعرض لها، وهو قادر يفضفض معايا في اي مشكله، ما بقاش انا في عالم اخر غيره وهو في حته تانية. لكن لو احنا مع بعض وشنا في وش بعض 24 ساعه اكيد هيحصل مشاكل يعني.